معانا الأستاذة سحر من مصر، برحب بيك يا أستاذة سحر، اتفضلي يا فندم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في البداية ربنا يبارك جهودكم إن شاء الله. اللهم أنا آمين. ليا بس سؤال للشيخ عصام. إحنا عندنا محل المواد الغذائية، محل إيه؟ محل بنضطر مواد غذائية؟ تمام. بنضطر أحيانا إن الحي اللي هم بتوع الحي بتوع الصحة الحاجات دي بيجبرونا ان احنا بندفع مبالغ مقابل ان هم يسيبونا في حالنا. هي اسمها اتاوة بس انا حاسسها من تمام. جوايا انها رشوة، فهل انا هتحاسب على كده؟ لان لو ما بنقومش بموضوع الدفع ايوه ممكن يلموا منتجات من المحل مقابل ان هي عايزة تتحلل في الصحة وان علشان خاطر اجراءات مش عارف وحاجات كده، طيب يعني استاذه ملهاش سحر، اي هسهل على حضرتك السؤال شويه واقول لك باللغه الدارجه اللي احنا بنتعامل بيها في مصر دلوقتي. اي حد فاتح محل تجاري بيعدي عليه بتوع مجلس المدينه وبتوع البروز، يقول لك انت التنده ديت بره والباترينا ديت بره، بتديله فلوس بيمشي ما بيعملش حاجه، تمام بيجي بتاع التموين لو ما خدش فلوس هياخد عينه ويعمل لك قضيه، تمام وبتاع زي الحي بيحصل كذلك. بالفعل. فانت بتسالي لو تمام ادينا لهم مبالغ عشان ايوه. نكف هل اذاهم، انا ده حلال ولا حرام؟ صح تمام يا كده؟ فندم، تمام حاضر، تمام يا بشكرك فندم، شكرا تمام، جزيلا. متشكرة جدا. ايه حكمه ده يا شيخ عصام؟ لا الناس اللي بتنزل تاخد اتاوة بحكم لا، وظيفتهم. اتاوى غير ان انا غلطان وعشان استمر في الغلط بدفع. في فرق بين حاجتين. ايوه حاجه انا متجاوز طالع من الطريق واخد وقاعد وبرام الوزارات والحاجات ده غلطان. ده انا غلطان، تمام خلاص ما اعملش الغلط. ايوه او اقننه، تمام، انما عشان يسكت بديله، ده هنا انا مراش ومرتشي، ده لا يجوز شرعا. طيب انما لا، انا ماشي سليم لكن هو هيتلك يعمل بيتلك خلاص، ولجأت لكل وسيله لمنع الكلام ده، مش قادر. هم ما قلب دايره في قلب بعض يعني ظلمه، مش قادر، ما فيش حد عادل يمنع الناس دي. خلاص ساعتها هيأثم هو بالاثم وانا بمشي مصالحي، لكن تمام. فيما استحق. ايوه تمام، جزاكم الله خيرا.